هيكل الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions، أحد أهم الكتب عن المنظومة العلمية في القرن العشرين. الكتاب اللي نشره فيلسوف ومؤرخ العلم الأمريكي توماس كوهين في ستينيات القرن الماضي، أثره كان واسع النطاق وأصبح جزء من كل جدل فلسفي دائر حتى اللحظة حول العلم وطبيعة عمل الطريقة العلمية. من الصعب جدا أنك تجد مؤلف في فلسفة العلم بعد نشر الكتاب لم يحتوي على إشارة، إن لم تكن فصول كاملة داعمة ناقدة أو متشككة في طرح هيكل ثورات كوهين. الأفكار اللي أثرها انتشر خارج نطاق العلم وظهر تأثيره في مجالات أخرى زي السياسة، إدارة الأعمال وحتى الفن. أهمية كتاب كوهين بترجع لثورية طرحه واقترابه من أفكار بدت للكثيرين مقدسة وغير قابلة للمساس. كوهين قدم رؤية السلوك العلمي فيها بيبتعد كثيرا عن الرؤية الفلسفية التقليدية لعقلانية طرق بحثه عن الحقيقة وتحصيله للمعرفة. لكن لعنة هيكل الثورات العلمية طردت كوهين باقي رحلته الفكرية حتى لحظة مماته، وتقريبا قضى معظم بحثه الفكري بعد نشر الكتاب يحاول تبرئة نفسه، يوضح طرحه، يدافع عن نظريته، ويبعد نفسه قدر المستطاع عن الأفكار والمدارس المتطرفة اللي قامت على أو استغلت طرحه. فكرة النموذج الفكري بارادايم جوهرية لفهم عمل كوهين، وفي تقييمه هي جوهر طبيعة العلم. النموذج الفكري حزمة من الإدعاءات حول طبيعة العالم، طرق والأدوات المستخدمة لتحصيل المعرفة وتحليل البيانات من الطبيعة، والعادات والتقاليد القائمة داخل الجماعة العلمية. وفي طرحه الثورات الكبرى في العلم تحدث عندما يتم التحول من نموذج فكري ما لنموذج فكري جديد، وجادل أن المنطق والتجربة غير كافيين لتغيير رأي العلماء وإغراءهم بالتحول من نموذج لآخر، لأن النماذج دي في كثير من الأحيان لا يوجد بينها معيار مشترك لقياس المقارنة. كتير من المفكرين اتهموا كوهين بأنه ادعى أن العملية العلمية غير عقلانية بالمرة، لكن كوهين بكل تأكيد لم يعتقد أن أفكاره بتدعو لذلك، وادعى أن طرحه بيقدم فكرة معقدة لطريقة عمل المنطق، التجربة، والعامل النفسي والاجتماعي لإحداث التغيير العلمي. كوهين غير فلسفة العلم بطرحه صورة حية لعملية التغير العلمي مليئة بصفات غير متوقعة بالمرة، وحاول إلقاء الضوء على أسئلة معرفية من خلال وجهات نظر غير تقليدية بالمرة. والأهم من ذلك أن كوهين عزى نجاح وقوة العلم إلى توازن دقيق بين عوامل معقدة وفي نفس الوقت هشة في آليات البحث العلمي. العلم مدين بقوته للتفاعل بين آليات العلم المألوف المنظمة المقادة بمنهج واضح ودقيق، إلى جانب قدرة هذه الأنماط السلوكية المنظمة على التفكك وإعادة تكوين نفسها في مرحلة الثورات. لكن بسرعة كبيرة ناقدي كوهين وجدوا إشكاليات وتناقضات داخلية في طرحه، بداية من التفريق اللغوي بين ما هو وصفي وما هو معياري، وانتهاءا بعدم وضوح كوهين في إن كان التقدم داخل العلم عملية نسبية. وفي الحقيقة لو حاولنا تطبيق آليات وأفكار كوهين على تاريخ العلم هنجد حالات محدودة، خصوصا في تاريخ علم الأحياء اللي كتير من تاريخها بيختلف مع طرح كوهين. ودلوقتي فكر في أي نظرية علمية درستها خلال حياتك. ليه يا ترى بتعتقد في صحة المعرفة المكتسبة من تلك النظرية؟ هل المعرفة العلمية تراكمية مبنية على سابق العلم؟ أم أنها ثورية استبدالية لما سبق عليها؟ هل التغير العلمي عقلاني وتجريبي كما يجادل معظم العلماء؟ أم أنه محكوم بقيم ومعتقدات المجتمع العلمي القائم؟ فكر تاني.